انما المهم اللي انا عايز ارجع ليه، ان اهم شيء النهارده ان احنا كمواطنين كلنا نبقى عارفين حجم التحدي الكبير جدا اللي بيواجه الدوله المصريه من الخارج قبل الداخل، لان ده جزء كبير جدا بيشكل التركيبه بتاعه القرارات اللي احنا بناخدها والمؤامات اللي احنا بناخدها. ويمكن يعني حضراتكم شايفين مدى يعني انشغال فخامه الرئيس بالملف الخارجي، وان هو دايما في تواصل مع كل دول الجوار ومع دول النطاق المنطقه بتاعتنا ومع النطاق الاشمل مع القوى العظمى اللي موجوده في العالم، عشان مصر تبقى يعني احنا دايما ما بنقول ماشيين في اطار المنطقه الملتهبه الاكثر التهابا في العالم اللي احنا موجودين فيها، احنا ماشيين على حد السيف. ازاي نحقق يعني مصالحنا كدوله، وازاي دايما يعني نحتفظ بقوه مصر ومكانه مصر والرياده بتاعت مصر في هذه المنطقه. ودي حاجه مش كلام، الموضوع ده مش كلام تعبير ولا انشاء، ده واقع حقيقي. مصر ليها ثقل معين، ومهما كانت ازماتنا ويعني تعثرنا في بعض الاحيان، بتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وبيتعمل حساب تأثيراتها. وبالتالي بنبقى حريصين جدا كل الحرص في قراراتنا في خضم الأحداث الرهيبة وتصارع القوة اللي حضراتكم شايفينها، إزاي نوازن وإن إحنا ناخد القرار اللي يحقق الصالح العام وحماية أمن مصر القومي. حماية أمن مصر القومي ده شيء مهم جدا جدا جدا، لأن أي إجراء بناخده عشان لازم نبقى عارفين كويس قوي ان احنا هدفنا المصلحة العامة لمصر، ولكن في نفس الوقت لازم نبقى قايسين رد فعل القوى العظمى وتداعيات هذا الكلام على الاقليم اللي احنا موجودين فيه، عشان نبقى واخدين بالنا ان اي قرار بيتاخد بهذا المنطق. لان احيانا يعني بنسمع بعض الاخبار، لا لازم ناخد اجراءات بطريقه معينه، وما ينفعش ان احنا انا يعني نسكت على تجاوزات بعض الدول في ملفات بعينها. ويعني نتكلم بقى لو هنتكلم في قضايا زي المياه والكلام ده كله، تبقى دي ليها حسابات كبيره جدا. لاي رد فعل ده ما بيبقاش النهايه، ده بيبقى بداية. لو احنا بناخد اي اجراءات يعني فيها نوع من الحدية، ده ما بيبقاش نهاية، ده بيبقى بداية يعني فترات طويلة جدا. لازم نبقى حاسبين كل خطوة هناخدها هتبقى تداعياتها ايه. فبالتالي بيبقى القرار اللي بيتاخد في اطار سيناريوهات كتيرة جدا بنحسبها. اهم شيء زي ما بنقول الحفاظ على مصالح الدولة المصرية، والاهم كمان ان مهما حصل من خلافات لازم نبقى سياسة حسن الجوار مع الدول دي، لان احنا في الاخر ما نقدرش ننسلخ عن الدول اللي احنا كلنا موجودين في محيطها.